تمام كده، يلا بينا. معاكم النهارده من مدينه العالمين. مع ايه اللي فوق ده؟ ده كريس. شوفوا الكريس المصري طائرا بين ابراج العالمين. يا ساتر يا رب يا عم، يا لا صدق يا جماعه، ده بيمشي على الميه، ده ممكن يعمل اي حاجه. ميه ايه يا بيه؟ ده عدى عليها من الاتنين، كان الكبده كلها اتباعت. مخلل ولا كوليسترول يا باشا؟ ده عدى كلام محب عادي، بس كلام في سرك مش هين على بعض. انا كابتن كمال الضبع، مسؤول عشبال المنطقه كلها. احنا بنسال على كريس. حاجز جوه بقاله ساعه. خلص يا عم، انا ما اعرفش عنه حاجه بقالي اسبوعين. اخر مره اتصل بيا قال لي يا ماما انا مسافر العالمين، وانا زي زيكم اتفاجئت باللي حصل. مفيش حاجه اسمها كده. ما اعرفش الولد ده ناوي على ايه الصراحه، للاسف ما نعرفش حد بالاسم ده. جت اقدم دي زي ما قلت لحضرتك، ما نعرفش حد بالاسم ده. لا لا لا، مش مدرستنا دي، ولا ستايلنا ولا اسلوبنا ولا طريقتنا. نيكول يا جماعه في ايه؟ انا كنت بتمرن بس على الشوط الجديد مش اكتر. ممكن تقول لنا ايه الشوط الجديد وميعاده امتى؟ يوم 29/7 في مدينه العالمين الجديده. تعالوا هيبقى في العاب اكبر من كده بكتير، ولو انت مش مصدق تعالى وشوف بنفسك، وانت بقى قرر بقى ده جد ولا خفه يد. ممكن بقى اعدي ولا اطير من فوقكم؟ انتظروا كريس المصري في اكبر ماجيك شو في الشرق الاوسط في ليله صاحبه السعاده مع النجمه القديره اسعاد يونس يوم 29/7 بمسرح العالمين. احجز تذكرتك دلوقتي من على موقع تذكرتي. مهرجان العالمين، العالم عالمين.